اجواء المونديال ونروح لزميلنا كريم احمد نتعرف منه على اخر الاجواء. اتفضل يا كريم. مرحبا بيك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني يا رب بقى دعواتك ودعوات كل جمهورنا بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله استطيع للنادي الاهلي بمشيئه الله يا رب ان شاء الله باذن الله تكون المباراه والافتتاحيه والانطلاقه من نصيب النادي الاهلي. مجهود واصرار وروح وتركيز وروح معنويه كبيره جدا على مدار الايام الماضيه، وهي دي الحقيقه قيمه النادي الاهلي الكبيره. اي تواجد بيكون في اي بطوله هو الهدف تحقيق هذه البطوله، فعشان كده عندنا ثقه كبيره جدا وعمل كبير في اللاعبين والجهاز الفني وتحديدا مستر مارسيل كولر في قيادته الفنيه في تخطيطه للمباراه في الرؤيه في التشكيل في الاداره من خارج الخطوط. فبمشيئه الله ان شاء الله كل المجهودات تكلل بالنجاح. عندنا سكواد مميز جدا، عندنا لعيبه عارفه قيمه جمهور النادي الاهلي وعارفه قيمه تيشيرت النادي الاهلي، فعشان كده ان شاء الله باذن الله تكون الانطلاقه من نصيب النادي الاهلي. محاضره فنيه انتهت بتحذيرات كثيره جدا طبعا من الانطلاق، احترام المنافس كان امر مهم جدا الحقيقه. مستر كولر اتكلم على هذا الامر. ترتيبات انتهت يا كابتن ايمن، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يعني عايز اقول لك كمان جمهور النادي الاهلي متواجد الجاليه، طبعا جمهور المغربي الشقيق الحقيقه اللي عليه دور كبير جدا زي ما احنا عارفين لمؤازرته لفريق النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي الكبيره. اكدنا وقلنا الحقيقه الجانب الامني بيقوم بدور كبير جدا من اول يوم وصلنا الى مطار طبعا تطوان. الترتيبات التحركات الموكب طبعا الخاص ببعثه فريق النادي الاهلي، فبناكيد بنوجه لهم كل التحيه والتقدير، وبنتمنى طبعا لاشقائنا المغاربه تنظيم على اعلى مستوى نجاح البطوله. ده امر مهم جدا لان طبعا انت عارف يا كابتن ايمن كل الفرق المشاركه فرق على اعلى مستوى، عشان كده لابد يكون في ترتيبات كالعاده قويه جدا من التحركات والتنظيم دخول الملعب اماكن طبعا جلوس بعثات الفرق المشاركه. فعشان كده ان شاء الله باذن الله تكون الانطلاقه النهارده ونشوفها على ارض الواقع كمان. ملعب ابن بطوطه حابب اكلمك عليه سريعا، يعني اجتهد الحقيقه كل الجانب طبعا التنظيمي الخاص بالملعب بارضيه الملعب بالمدرجات بالدخول، هتشوف حاجه ممتازه جدا. مستر كولر كالعاده اثنى على ارضيه الملعب لان انت عارف النادي الاهلي بيمتاز بجمل والتكتيكيه وتحركاته، فعشان كده لابد يكون في ارضيه ملعب مستويه ما يبقاش فيها اي حاجه تعوق فريق النادي الاهلي. بمشيئه الله ان شاء الله النهارده 11 راجل في الملعب، بناكد في كل مره اللي هيكون متواجد لابد يكون على قلب رجل واحد، واللي مش هيكون متواجد في القائمه بقلبه وروحه وشخصيته وعقله يكون مساند ومداعم داعم كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله بدعوات الجمهور وبدعوات جمهورنا كمان في مصر ان شاء الله تكون انطلاقه جيده وقويه جدا تليق باسم وعظمه وكيان النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.